بالنسبه لوداد تماره بعد الصعود كتعرف انه كاين بعض اللاعبين اللي غادروا الفريق، حاولنا انه نسترجعوا بعض اللاعبين اللي انهم عندهم يعني ان طون دو جو السنه الماضيه خصوصا في القسم الوطني الثاني، على الاقل باش يمكن لك انك تدخل في واحد الديناميكيه ديال القسم الوطني الثاني، لان طقوس خاصه تعرف كتب شويه تجربه شويه الخبره. دون شويه الملعب اللي كيأثر عليك هو انه كتعرف في عشب اصطناعي ومشات يعني ديك الجوده ديالو، فكيصعب انه على اللاعبين انه خصوصا من ناحيه الاصابات اللي كتكون شويه ريسكي اللاعبين، وهادشي اللي فقدنا بعض اللاعبين يعني في البريباراسيون، وهذا شيء عادي لازم خصنا نلقاو دائما الحلول. هادشي اللي رجع لانه ديما نشوفوا لو سيستيم اللي غيناسب اللاعبين على حساب الكاليتي ديالهم، ربما حتى تيرجعوا لنا اللاعبين اللي مصابين. الحمد لله يعني استطعنا انه نوجدوا واحد المجموعه اللي تكون يعني في انطلاقه هذه البطوله خصوصا من ناحيه المقابلات الاعداديه، فوصلنا لواحد لو طون دو جو اللي يمكن انه اللاعبين يجيروا 90 دقيقه يعني في البدايه ديال رغم انه ما يكونش ذاك الايقاع، ولكن شيء عادي يعني بعد توالي المباريات نتمنى ان شاء الله نسترجعوا اللاعبين المصابين. وهاد اللاعبين هادو نظن بانه راه ثقتنا فيهم كبيره، لانه عندهم التجربه انهم يخوضوا يعني هاد السنه هادي واحد المنافسه مع جميع الفرق باش يمكننا على الاقل نكونوا يعني في مراتب مشرفه يمكن انك تخليك تقول لك انه على الاقل ضمان يعني البقاء بعدين بواحد ما بقاوش الدورات الاخيره، انه كتعرف يعني كل ما انك تعطلتي في سميتو في القسم الوطني الثاني يعني باش تحافظ على المكانه ديالك فكيصعب عليك، وهنا كتحتاج لاعبين الخبره بزاف باش يمكن لهم يهزوا الضغط ديالهم. لا هي اولا كما قلت لك فهذا هو التهيئ العام ديال الفريق، فانطلاق البطوله كتشوف مقابلات اخرين كاين لاعبين لانه شيء طبيعي انه عادي انه اللاعبين كاين لاعبين اللي كيخاف على انه في الاتصال في هذه المقابلات الاعداديه، وهذا شيء عادي بالنسبه للاعبين خصوصا ذو التجربه، لانه كي الدين ديالو انه الى تصاف هذه اللقاءات فغيصعب عليه انه ياخذ المباريات الاولى الرسميه ديالو. فهادشي اللي خلى انه بعض اللاعبين انه كما تنقولوا شويه يخلي ذاك الريزيرف، لاحظنا حتى في هذا اللقاء الاخير باش ما يتصابوش. الحمد لله انه الملعب انه صعب، انه ربما اول مباراه كتجري هذه باش يعني مده ما كتجراش في المباريات كيكون انه بحال الروداج، لانه ما باقي لي روبير ما غيتخادوش اللعابه اللي كنتمناو ما تكونش فيها اصابات، لانه صعب في البدايه ديالو اللي كتعرف انه شي لاعبين انت كيبغي يعطي باس كي الكازون تيوحل ليه في رجلي، دونك هذا هو اللي كيصعب عليك انه في هاد لو كازون، فالكازو حتى هو بحال تيبغي داك لو روداج اللعب باش يمكن لك انه تحاول تلقى داك لي روبير ديالك. الحمد لله رغم هاد الاصابات ولكن اللاعبين واجدين ان شاء الله باش نونطاميو هذا الموسم هذا بشكل جيد. حظوظ النادي القنيطري في ديال تواجد عده انديه كتصارع هاد الموسمين، نظن بانه كاينه تجربه اولا ديال الاطار الوطني سي ساخي، كاينه تجربه فات له حقق الصعود مع اتحاد التوارقه، عنده خبره في الهوات، بالاضافه لاعبين مجربين وهذا شيء مهم في القسم ديال الهوات مثل يعني نضاي العرويب ورحيم ضو، وكاين لاعبين الخبره وكاين الشباب ما عليهم الا انهم يكونوا وفيين لهذا الفريق، لانه المجموعه هي اللي غتخلق النتائج اللي كنتمناو انه يوصلوا واحد المجموعه متجانسه اللي تقدر انها ترجع امجاد الكاك، انه صعب انك تجي تدخل لهذا الملعب وما تلقاش الكاك في القسم الوطني على الاقل الثاني ولا القسم الوطني الاول، ف كيحس بشي حاجه انه هذا الفريق راه ماشي المكان الطبيعي، ولكن هذا الشيء تيبغي العمل تيبغي الاجتهاد، خصك تنسى ربما تستحضر الماضي ديالك ولكن خصك تنساه في هذه الظرفيه باش يمكن لك انك تمشي للامجاد، لانه ماشي طبيعي هذه راه ماشي طبيعي بالنسبه لهم، شي فرق راه الى طولوا كيصعب عليهم الرجوع. دونك انا كنتمنى لانه غتكون منافسه قويه بالرجوع ديال الكوكب بالرجوع ديال النادي المكناسي، الاطر اللي كتشتغل فيها كلها هي في المستوى عندها خبره ومتجربه كافيه انها تكون منافسه قويه هذه السنه، فعليها لانه سنه بعد سنه كنشوفوا هذا القسم انه اولا من ناحيه الفرق ومن ناحيه المدربين ومن ناحيه الجوده ديال اللاعبين،
راه كتعرف اغلبيه اللاعبين فالان طلعوا القسم الوطني الاول من هذا القسم، فعليهم الا انه يكونوا انهم مهيئين لانه المنافسه غتكون قويه وقويه، فكيبقى انه اذا كانت المنظومه تتحرك بواحد الشكل جيد من جماهير مكتب اداره تقنيه لاعبين، ف غتكون ان شاء الله يتنافسوا على الصعود، ولما لا تا هما يحققوا مع شي فرق اللي تكون اللي تستاهل، لانه هذا البول هذا صعيب بلي تراجي ديالو يعني التركيب البشري اللي كتلقى عند كل فريق فيه المخضرمين المجربين، فكيجيريو كيعرفوا كيفاش يديروا لا جيستيون ديالهم، دونك خاص الكاك تكون مهيئه نفسيا وماديا ومعنويا باش يمكن لهم يرجعوا للقسم الوطني الثاني ان شاء الله.